لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأزواجه وذريته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في الدرس الماضي كنا ذكرنا مسائل في أول كتاب البيت، أخواننا اللي بيكتبوا، لأن الأصل هم المهتمون، فكان اللي ما بيكتبوش متذكرين المسألة الأولى اللي خدناها في المرة الماضية. ها ما شاء الله، حكم البيت. طيب لا بأس، وذكرنا أن حكمه مباح أو حلال كما نقول الأصل فيه الحل وأحل الله البيع. المسألة الثانية، أركان البيع. لا ما خدنا كلمات في شروط البيع. نعم، تقسيم يعني أحكام البيع إلى أركانه وشروطه. أركان البيع أربعة، حد يذكرها؟ نعم، على كل حال جزاك الله خير. العاقدان وهم البائع والمشتري، والسلعة، والثمن، والصيغة. المسألة الثالثة كانت في جزء من أجزاء أركان البيع. ها المسألة الثالثة، نعم يا شيخ، الصيغة. وخلصنا إلى أولا، ما معنى الصيغة في العقد؟ ما معنى الصيغة التي يشترطها بعض العلماء؟ ما المقصود؟ لا نعم، هي التي كيف الصيغة؟ لا، هو الصيغة مش الهيئة، هو الهيئة أيوة، اللي هو بيسموه الإيجاب والقبول. نعم، الإيجاب والقبول. فقالوا لا بد أن يتم البيع بإيجاب وقبول. قلنا أو حكينا عن من حقق ذلك من أهل العلم أنه يشترط ولا لا تشترط الصيغة، حكم الصيغة شرط ولا مش شرط؟ نعم، لا تلزم وليست من أركان البيع، إنما يتم البيع بكل ما تعارف عليه الناس أنه بيع، سواء كان صيغة إيجاب وقبول أو كان خذوا هذه اسمها إيه؟ أيوة، المعاطاة، جزاك الله خير. هو على كل حال يأخذ هذا، يعطيه الثمن ويأخذ السلعة دون صيغة، اسمها المعاطاة. المعاطاة صحيحة في الصغير والكبير من السلع، وإن كان بعض العلماء كالأحناف وغيرهم فرق بين العظيم والحقير، فأجاز المعاطاة في الأشياء الحقيرة واشترط الصيغة في الأشياء الكبيرة، لكن الصحيح أن المعاطاة صحيحة ولو في غير ذلك. المسألة التي بعد ذلك، ها؟ نعم، مجلس العقد. مجلس العقد، وذكرنا فيما يتعلق به يعني المجلس وما يتعلق به من حكم الخيار سيأتي، لكن مجلس العقد فيه اجتهاد معاصر للعلماء، وهو ها حد يذكر؟ نعم، هو الأصل من كل مكان محدد وما زمان محدد، لكن العلماء أجازوا إيه؟ أيوة نعم، نعم، يعني لا يشترط إليه اجتماع البعين. ذكرنا فتوى المجمع الفقهي في ذلك في صيغ معاصرة للبيع. نعم،
نعم، بيع بأجهزة الاتصال الحديثة كالتليفون والتليفاكس والتيلكس وغير ذلك صحيح، ولو لم يكن له مجلس لكن البيع صحيح، وهذا له حكم المجلس وإن لم يكن مجلسا. في مسائل أخرى تكلمنا فيها. نعم، هذه كان في مقدمة تتعلق بحكم البيع وأركانه. اليوم إن شاء الله نتحدث في شروط صحة البيع، شروط باب شروط صحة البيع، وهو مهم جدا لأنه يعني هذه الشروط هي التي يتعلق بها الصحة والفساد للعقود، وأكثر العقود الفاسدة بين المسلمين مردها إلى هذه الشروط السبعة التي اشترطها العلماء لصحة البيع. وقبل أن نتحدث في هذه الشروط نذكر في المسألة الأولى الليلة إن شاء الله من مسائل الدرس معنى الشرط. معنى الشرط لما نقول شروط صحة البيع بالضبط كما نقول شروط صحة الصلاة وكما نقول شروط صحة الوضوء، فما معنى شرط الصحة؟ حد من الإخوة يعني درس أصول فقه أو يعني يعرف شرط الصحة ما المقصود به؟ نعم، الشرط هو ما يتوقف وجود الشيء على وجوده وكان خارجا عنه ويلزم من وجوده وجود الشيء ولا يلزم من عدم وجود الشيء. نعم، هذا شرط عامة، هذا الشرط عامة يقولون بإيجاد ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، لإيضاح هذا الاصطلاح في معنى الشرط. كشرط صحة الصلاة وشرط، طيب لو سألنا عن شروط صحة الصلاة عشان نفهم شروط صحة البيع، ما شروط صحة الصلاة يا أخوانا؟ مفروض الأيدي كلها ترفع، مفروض أيدي الحاضرين كلها بلا استثناء ترفع. ليه؟ لأن دي شروط صحة الصلاة اللي يصلوها كل يوم خمس مرات. نعم، أيوة أيوة، دخول الوقت والستر والعورة ونحوها، هذا الباب اسمه شروط صحة الصلاة. ما معنى ذلك؟ معنى إن وجود الطهارة شرط لصحة الصلاة، ماشي؟ لكن لو تطهرت هل تكون صليت؟ ها؟ لا، لكن لو لم تتطهر هل تصح الصلاة؟ لذلك يقول يلزم من عدمه العدم، يعني لو ما تطهرتش يبقى ما فيش صلاة، إذا عدمت الطهارة عدمت الصلاة، لكن لو وجدت الطهارة هل وجدت الصلاة؟ لأن الطهارة خارجة عن الصلاة، فالشروط خارجة عن الشيء، شروط الشيء خارجة عنه. دخول الوقت، إذا دخل الوقت وصليت تصح صلاتك، لكن إذا دخل الوقت وما صليت شيء ما فيش صلاة أصلا. فلذلك يقول ما يلزم من عدمه العدم، يعني عدم وجود الطهارة أو عدم وجود دخول الوقت يعدم المشروط نفسه اللي هو الصلاة، ولا يلزم من وجوده يعني من وجود الشرط وجود ولا عدم. لأن لماذا لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم؟ ها؟ ليه؟ لأنه خارج عنه، ماليش علاقة به، ما فيش علاقة بين الصلاة وبين الطهارة إلا أن هذه شرط لتلك، إلا أن هذه شرط لتلك. طيب عشان نقرب لكم مسألة العلاقة دي وتفهموها في الشروط ونفهمها من الصلاة، لأن الصلاة أقرب للمفهوم. الفرق بين الركن والشرط، الركن يلزم، إذا طبقنا عليه التعريف ده يلزم من عدمه العدم، يعني إذا ما قرأتش الفاتحة بطلت الصلاة، فعدم قراءة الفاتحة
يفيد عدم صحة الصلاة، ماشي؟ مفهوم؟ طيب ده كده متفق مع شروط الصحة، لكن الجزء الثاني ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. يعني إذا وجدت الفاتحة، إذا وجدت الفاتحة داخل الصلاة لأنها جزء منها، لأنها جزء منها، أما شرط صحة الصلاة الطهارة وكل الوقت فليس جزءا منها، لكن الفاتحة في الصلاة تعتبر جزء منها، تعتبر جزءا منها. لذلك الشرط شيء خارج عن الـ عن الـ عن الشيء نفسه، شرط الشيء خارج عنه، سابق له، سابق له، ولذلك يقال شرط صحة لا يصح حتى يوجد الشرط. هذه شروط صحة الصلاة، كذلك شروط صحة البيع، يعني الشروط التي إن وجدت في المبيع أو البائعين العاقدين أو في السلعة أو في الثمن صح العقد، هذه تسمى شروط صحة العقد. ولذلك إذا تخلف شرط من هذه الشروط يصح البيع؟ لا يصح البيع. واضح يا اخوانا؟ إذا منزلة الشروط دي يعني نعلم أنها يلزم من عدمها العدم، يلزم من عدم وجودها عدم صحة البيع. واضح؟ مفهوم؟ أول هذه الشروط، الشرط الأول وهو التراضي به، التراضي بالبيع، يعني أن يكون البيع عن تراض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما البيع عن تراض، إنما البيع عن تراض. وكما قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. فأصل البيع بل أصل العقود كلها الرضا، أن تكون عن تراض بين العاقدين، فأصبح التراضي شرطا. فإذا لم يوجد التراضي بين العاقدين لا يصح البيع. طيب كيف لا يوجد التراضي بين العاقدين؟ نقول التراضي شرط، ان يكون البيع عن تراض. طيب الحالات التي يتخلف فيها الرضا، تراضي هو المعنى، اما المبنى فهو الصيغه التي يتعامل الناس بها، بعتك وقبلت، اللي هو الإيجاب والقبول، هذا علامة التراضي. التراضي يظهر للناس بإيه؟ يظهر بالألفاظ وباللسان، فإذا أظهروه في كتاباتهم بكتابة أو في كلامهم بلفظ فقد أصبح التراضي موجودا. الحالات التي يعني يوجد فيها لبس في موضوع التراضي، يعني بيوع تكلم فيها أهل العلم، أولا منها بيع المكره، بيع المكره الذي يكره على بيع أو شراء أو عقد من العقود. الإكراه في أي عقد يا أخوانا يفسده، يعني لا يترتب عليه أثره، سواء كان طلاق أو زواج أو بيع أو شراء أو إجارة أو أي عقد بإكراه لا يصح. وعلى ذلك لو أكره الرجل امرأته على الخلع لا يصح، ولو أكره الرجل على الطلاق لا يصح الطلاق، ولو أكره على بيع داره أو نحو ذلك لا يصح. فكافة المعاملات أو العقود التي تقع بإكراه لا يصح، ويصبح المال هذا الذي تم فيه البيع بإكراه يصبح له حكم الايه؟ الغصب، له حكم الغصب. فلو واحد قال واحد واكرهه على انه يبيع له مثلا بيته ويسجله باسمه ومضطر يعني مكره اكره على البيع فوقع مكرها على ذلك، فهل يصح هذا؟ لا. وحكم يد المشتري على العين يد ايه؟ غصب، يد غصب، اغتصاب، ليس بيعا ولا شراء وليس حلالا. هذا البيع حكمه عند كافة أهل العلم أنه لا يصح وليس ببيع.
طيب يتعلق بذلك مسائل، منها البيع الجبري في 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 الموجود عند الناس الآن، البيع الإجباري زي ما بتشوفوا في الجرائد، بيع جبري بالمزاد مثلا لصالح البنت الفلاني أو لصالح البائن الفلاني، عند التفليس، عند إفلاس إنسان مدين، يباع تباع الأعيان المملوكة له، تباع لصالح البائن. هذا يعني موجود الآن في تعامل الناس، موجود في القانون الوضعي وأصله صحيح في الشريعة بلا شك، وفي التفليس في باب التفليس كذلك، أن إذا إنسان يعني مثلا أفلس أو حجر على ماله وبيع حتى ولو لم يكن هو راضيا عن البيع، لكن لمصلحة الدائنين ولأن أموالهم بالنسبة لهم حلال وهو بالنسبة لهم غاصب، فيباع ماله ولو رغم أنفه، وولي الأمر يبيع ولو رغم أنفه ولو كان مكرها في هذه الحالة، فالبيع صحيح. لماذا؟ لأنه سداد لمستحقات عليه، سداد لمستحقات، لكن لو ما عندوش حاجة للناس يبيعوه أو يأمموه أو نحو ذلك لا يجوز، لأن هذا لأنه ملكه والملك لا يصح. فيما يتعلق بذلك للتأميم والمصادرة بغير وجه حق فلا يصح بيع المصادر والمؤمم وغير ذلك. وأذكر أن كنت يعني سمعت فتوى لمجمع البحوث أو فتوى لبعض علماء الأزهر في يعني حكم التأميم أيام التأميم، وأنه لا يصح، والأرض يعني المأخوذة بهذه الصورة أرض مغصوبة من أصحابها. هذا بالنسبة للمكره. قلنا المسألة المتعلقة بالإكراه اللي هو بيع الإجباري، البيع الإجباري. مسألة أخرى تتعلق بالإكراه وهي مسألة البيع أو مسألة ما يسمى الآن بنبع الملكية للمصلحة العامة، ما يسمى بنبع الملكية للمصلحة العامة. يعني مثلا شارع ممتد والناس محتاجون إليه، والشارع ده لإصلاحه ولتوسعته لا بد من نبع ملكية بعض البيوت من أصحابها، كما يحدث في كل المدن، لابد من نبع الملكية حتى يوسع الطريق وإلا فلا يمكن توسعته. هذا النزع بيأخذوه، يأخذ الأرض من صاحبها ويعوضوه عليها. و يعني إن كان هذا اعترض بعض أهل العلم قديما على تسميته بيعا وعلى أن يكون بيعا ولم يعتبروه بيعا صحيحا، إلا أنه قد ذهب جمع من أهل العلم قديما أن هذا جائز لتغليب المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، بل شكي ذلك أمام بعض السلف أنه أن كثرة ذكر ذلك في مملكته، فاستدل له من كتاب الله أو من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. حكم ذلك على كل حال وإن لم يكن بيعا، يعني إذا لم يصح تسميته بيعا، كما ذكر الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله عليه مفتي السعودية السابق رحمه الله عليه، وهو من أعلام يعني علماء الأمة في عصرها الحاضر، كما أفتى بأن هذا النزع إن كان للمصلحة العامة وإن لم تنطبق عليه شروط البيع إلا أنه معتبر للمصلحة العامة مع تعويض صاحب الملك، مع تعويضه عن ذلك، إن اقتضت المصلحة يعني بلا شك وبالقطع وبغير ظلم أن تنتزع هذه الملكية، وبعوض المثل لا بأقل منه، يعني ما يقدروش مصادرة أو بغير عوض أو بعوض قليل لا يصلح أن يكون عوضا ولا ثمنا، لا، وإنما بعوض المثل ولو كان بإكراه المال. واضح أخواننا؟
هذا النوع الأول وهو بيع الإيه؟ المكره، بيع المكره، وذكرنا فيه يعني هاتين المسألتين. أعتقد الإخوة يعني ليتذكروا يحتاجون إلى الكتابة، فننصح إخواننا يعني حتى على الأقل بكتابة النقاط ولو باختصار. النوع الثاني من البيع المتعلق بالتراضي أو الذي تخلف فيه شرط الرضا، بيع المضطر، بيع المضطر. وبيع المضطر يعني أن مضطر الإنسان إلى بيع أملاكه. واحد مثلا دعته الحاجة بالضرورة إلى أن يبيع بعض أثاث بيته أو يبيع سيارته أو نحو ذلك، لكي مثلا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.